سواق، هي دي بقى الشغلانه اللي انت بتشتغلها؟ بتحور عليا انا يا عمر؟ حاسه انا ما اعرفكش. انا اسف يا دينا، انا ما كنتش عايز اقولك عشان بالظبط رد فعلك ده. انت بقالك ساعه بتبستفي فيا. سيبني عماله بكتب في نوته وادخل جمعيات وبحسب حسابات، ايه ده؟ حقك عليا يا دينا، بس انا والله دورت على شغل وما لقيتش، وقلت هو ده حل مؤقت لحد ما الاقي حاجه تانية وبالمره اعرف اجيب فلوس. لا انا لقاني ان انت ما استقبلتنيش، ما قلتليش الحقيقه من الاول. انت اخر واحد اتخيل ان هو يكون بيكذب، ويوم ما يكذب بيكذب عليا انا. انا اسف يا دينا، حقك عليا، انا خلاص مش هنزل طلبات تاني وهبيع الموبايل. وهناكل ونشرب منين بقى؟ حيرتيني معاك يا دينا، طالما انت عارفه انه بياكلنا وبيشربنا، لازمته ايه الخناق والنكد ده دلوقتي؟ لا دي نقره ودي نقره تانيه خالص. انا متضايقه ان انت بتحور عليا، بس انا عارفه ان الشغل مش عيب، ما عنديش مشكله مع الشغل. والنبي ايه؟ يعني لو كنت جيت قلت لك ان هشتغل سواق كنت هتوافقي كده عادي يعني؟ اه ما دام بشكل مؤقت. ولا هو مش مؤقت يا عمر؟ ايوه مؤقت، وان شاء الله ربنا يسهل. طيب خلاص الشغل مش عيب، اي حاجه تسد لحد ما تشتغل شغلانه تانية. يعني موافقه دينا ان انا اكمل، مش كل شويه تصدعيني وتقولي شكلنا ومنظرنا والعيله والجو ده؟ اه يعني بس اياك حد يعرف، خصوصا من ناحيه منى ورشدي، وبلاش شاديه بجد. انا مش قادره اي حد يشمت فيا اكتر من كده بجد يا عمر، مش قادره. هو رشدي عرف، وساره بنت حسن هي كمان عرفت، بس والله صدفه، انا ما قلتلهمش حاجه. حرام 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 يا عمر، حرام 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 بجد. بس انا واثقه ان عيد ميلادك هيبقى حاجه حلوه قوي. اه انت بقى مش جايه ليه؟ ما انا مش هعرف خالص. ليه؟ ماما يا ستي قفشه عليا اول يومين دول ولسه ما فكتش، عامله عليا حصار. ما تزعليش بقى، بس انت طيبه. انت طيبه، يلا باي باي. ساره ايه انت ايه اللي جابك؟ انا مش ناقصه حوارات في حياتي يا ساره. انا ما كنتش عارف ان هو ابن عمك، وبعدين هو لسه فزني. والله ما في حد مستفز غيرك، انت بتزعق لي انا في نص الشارع؟ انت عبيط؟ لا انا ما زعقتش، ابن عمك هو اللي كان عايز. ابن عمي هو اللي انقذ كرامتك لاني كنت همسح بيها الشارع ده. يعني انت يا ساره عايزه تختفي كده فجاه وعايزاني ابقى بارد يعني؟ ما اختفي براحتي، هو في ايه؟ قلت لك كان عندي حوارات. ما هو انا برضو عرفت انك راحه جايه مع واحد، فكان لازم. ايه راحه جايه مع واحد دي؟ يعني ايه راحه جايه مع واحد؟ ما تحترم نفسك، قلت لك ده ابن عمي. ما هو انا ما كنتش اعرف. ان شاء الله عندك معرفة، مش لازم تعرف خالص على فكره، وانا مش مضطره ابرر لك اي حاجه. بص يا سليم، انا قلت لك قبل كده ان انا لا ليا في صحوبيه ولا ليا في الحوارات دي كلها. قلت لي خلاص تمام خلينا اصحاب وزمايل. قلت لك تمام، ايه بقى اللي جد؟ هو زمايل بيجيبوا لبعض هدايا يعني يا ساره ولا ايه؟ لا والله انا مش مصدقاك على فكره، يعني عشان انا مره وافقت ان اخد منك هديه وما كنتش اعرف اصلا ان انت جايبها لي، بقى خلاص في بينا حاجه؟ ما تكبر شويه يا سليم. ساره هو في ايه بالظبط؟ انا عايز افهم. هو ايه اللي في ايه؟ هقولها لك تاني، انا ما بصاحبش ومليش في الجو ده، وبعد اللي حصل ده انا لا عايزه نكون صحاب ولا عايزه نكون زمايل ولا عايزاك تكلمني اصلا. اظن مفيش اوضح من كده. صدقني انك مستفزه. بقولك ايه، ما تفكرش تعلي صوتك، لان انا المره دي بقى مش هتخانق، انا هجيب لك الامن. ماشي يا ساره، انا اصلا غلطانه، انا عبرتك. ماشي يعني امشي. شفت انا كنت بمشي على فكره. انا شفتك برضه على فكره، انا اول لما لمحته كنت ناوي اتدخل، مش لقيتك قمتي بالواجب وزياده يعني. ايه ده قطر؟ الواد اتسفي. اصل بصراحه مستفزه قوي، فكان لازم اديله وش كده، بس مش عارفه جايب العشم ده منين. ده الواحد يخاف يتخانق معاكي. لا 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 ما تخافش، ده وش كده انا بديله اللي يستاهله. وانا استاهله؟ لا انت امان كده كده، تستاهل ايه؟ ماشي يلا. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.